مرحبا بنات، شلونكن؟ شو اخبارك؟ رجعت لكن بخياط جديد راح اخيطه لبنتي. طبعا هذا القياس اكس لارج، راح اطلع شبرين طبق، يعني 4 اشبال راح اطلعها للردان. طبقت القطعه وراح اطلع الردان اليوم. الردان ما راح اخيطه من النص، لا راح اطلعه العفو كامل، يعني راح انقص الردان. شوفوا بنات، شبر هذا مفتوح، واربع اصابع واصبع للخياط. هاي جهد الردان، اللي طبعا الردان مطبوق 4، يعني منها راح اقصنه والباقي يصير للبدن. نقول بسم الله. طبعا اذا نطلع الردان احسن مما يتخيط الردان، يصير خياط من النص. هاي طريقة احسن واسهل، هاي طريقة. هاي طلعنا الردان بعد ما نغرض في هذا، نرجع للبدن. نطبق القطعة على طبقة القماش، هاي هذا الخياط العفو هذا يصير لفوق. نطبقها 4 طبقات، اطبقها وارجع لكم. هنا بنات طبقتها 4 طبقات، طبعا الجهة المقفولة تصير للصدر، والجهات المفتوحة هذيك تصير نقص من عتها فتحة القبط والكلوشة، يعني نسويها بهذا الشكل. صار عندي، بس اقرب لكم الكاميرا ونبدا نفصل. هنا بنات اول شيء نقيس شبر واصبع للخياط. هذا الاصبع للخياط، شبر واصبع للخياط، 4 فتحة الرقبة، 4، وهذا الباقي يظل المتن. 4 فتحة الرقبة، 3 ننزل بيها هاي فتحة الظهر. شوفوا بنات بهذا الشكل ننزل شبر مستقيم، هنا أنا مستقيم، و4 أصابع ميلان ونخط فتحة الأبط. أتمنى الشرح يكون واضح ونميل بيها هيجي بنات، هيجي نميل بيها. هذا القياس اكس لارج. بنات نرجع نقيس بالأولجي. هنا أنا فتحة الرقبة 8، يعني هي 4 أصابع 8 سنتيم. نقيس هو البدن كله 20 سنتيم، 20 سنتيم. حطينا أصبع للخياط، طبعا أصبع تشو شوية صار 22، هاي مثل ما تشوفون 22. بعد شو نقيس دوران الخصر. بنات دوران الخصر طبعا هي مطبوقة 4، فمطبوقة 2 هاي 30، معناتها 60، 60 نطي زيادة للخياط صار 32، معناتها 64. فتحة الأبط بنات 35، مثل ما تشوفون تقيسونها 35 فتحة الأبط 35. هذا القياس بنات قلت لكم اكس لارج، طبعا بدي تبكي بس شحن افصل. طبعا بنات الميلان اصبع، تاخذين ميلان اصبع مو هوايه، هاي كله يفيدك، هاي المعلومات تفيدك من تجين تفاصل. بنات نبدي نقص. اول ما نبدي نحفر فتحة الظهر، طبعا هي هاي. وناخذ دائما دائما اذا تبدا تفاصلا طلعا عن الخط اللي تحطينه بتشل تنزلن، وبعدين تميلن حرف اللام بهاي الطريقة. بنات تطلع تشل الدشداشة مرتبة وحلوة. دائما برا التخطيط تقصن، مو جوا التخطيط لا برا. بهاي الطريقة بنات شوفوا شبر و4 أصابع، نرجع فتر ميلان. هذا الفتر الميلان مالت الخصر، ونرجع نقوسها للكلوشة. تبدي تقصين الكلوشة بهاي الطريقة. طبعا جبتي ما ارادتها كلوشة، طلعت انا الردان من عتها. اذا تبدي تسوينها كلوشة بلا ردان. البنات هاي الجهة المسدودة هم افتح عنها. بهاي الطريقة تفتح عنها. بهاي الطريقة نفتح الجهة المسدودة. على مود ناخذ 4 أصابع ميلان، النهاية ما تدش ده. بنات 4 أصابع ميل، ناخذ من بين 4 أصابع على مود من تلبس الدشداشة ما تنزل بالقاع. هاي 4 أصابع نقصن وننزل ننزل ننزل من هنا لما نوصل 0. بداية الدشداشة طبعا تساوي القماش، من بداية الدشداشة يوصل عدش 0. شوفوا هاي الطريقة. طبعا بنات هنا ناخذ اصبع ميلان مثل ما خططت وياكم، نقص الميلان مات الكتف. هاي الطريقة اخذنا من عنده اصبع، ظل عندنا شبر و4 أصابع وخياط، اصبع منا واصبع منا يبقى له قليل. بعد بنات نميل فتحة الظهر، هاي نميلها وصلت الظهر ووصلت الصدر، نضربها لاصق وننزل بيها 16 فتحة الرقبة.
ننزل بيها بنات 16 فتحة الرقبة 16 هنا شبر، أو تردين فتر إذا تردينها أقل، أو يبقى لي نسوي عردان أفصلها وياشن هسه. طبعا وديت بنت البنات، بنت البنات وديت بنت الخواتها على مود سكتنها وافصل عدل. بنات ردان بنت تريد ردان طويل مو قصير، لا تريد ردان طويل بهاي الطريقه، شبر شبرين ثلاثه ثلاثه وشويه، هاي شويه اريد انه كركش هيك يصير كلش حلو، واحط منها بي لاستيك تريده. بنات هذا زايد اقصنه، هذا زايد ما القماش اقصه واساوي القماش، كل ما تساوين كل ما ترتبين يطلع خياطك حلو. هاي سويته، سويت ناخذ بنات منها 4 اصابع. طبعا هاي صابونة عندها مخلصة صابون البيت وتشمش فيها وهناك هيك تصير. انا هاي قصتي اللي اعتمد عليها بالردانات، اخذ منها 4 اصابع، 1 2 3 4 5، ومنها بهاي الطريقة ما تبوظ عدتش. ومنها ناخذ شبر، نحدد الشبر ونمشي بيه لهنا مثل ما تشوفون بنات. هذا الشبر راح نسويه لاستيك هم بنات، وهنا قصه هاي الطريقه صار عندي ردان كامل وجاهز. هنا قلت لك بنات نحطها لاستيك. اليوم حبيت الردان يكون بنات ما بي منه خياط، لان هاي بدي تفتك دائما ملابسها، حتى لو اخيطها 4 مرات لازم تفتك، فقلت لازم اسوي لها الردان منه ما بي، واسوي الردان شويه عريض لها بما انه هو صيف الدنيا حاره وهاي. وطلعت شبرين طبق يعني 4 اشبار طلعتهم من الدشداشه للردان، والدشداشه الباقيه سويتها للبدن. عندي شويه قماش زاد راح اسوي تغليفه الصدر والظهر. طبعا بنات فرشت وصله على مود اضرب لاصق، نحط اللاصق على القفه قسته، تشوفون هاي اللمعه، هاي اللمعه نحطها على القماش، وهذا ما بي لمعه نكوي هاي بهاي الطريقه ونكوي. طبعا بهاي الطريقه نكوي هذا الاوتي مالتي، مو مالت خياط بنات يعني حرارته مو كلش كلش عاليه، راح يلصق هيك شويه قد الخياط واميله اصلا اللاصق ما ابقي انا بالدشداشه، بس قد العفو ما اقصن فتحة الرقبة واثبت الدانتيل وبعدين اميله. تعرفون الدانتيل يحتاج اللاصق على مود شنو يمشي عدل وما يصير عندكم سارح بغير مكان. الحمد لله شوية لسه الاوتي هذا مالتي خربان، وطبعا حتى التليفون بنتي كسرت قلت ما اريده ما اريدك تصوير، بس افصل على مود انزله بالقناة مالتي. اتمنى تتفاعلون وياي واتمنى تنطوني لايك وتشتركون بقناتي. هسه الحمد لله لصق عندي، راح انيشن الخط الوسطاني على مود احط الدانتيال على هذا النيشان مالته، راح اكويها عدل. وبتتشن بنات فتحة الرقبة راح تصير شبر اللي هي 16 سنتيم، تبدين تقصينها 7، تبدين تقصينها مربعة، تبدين تقصينها دائرية حسب رغبتك. بعد انت ايش تبدين تسوين بيها تتفننين، هو الخياط فن ايش تبدين تسوين تسوين بيها. مثل ما قلت لكم بنات 16 سنتيم، وبما انه هو اصلا شو اسمه الكشمير يهدل راح اسويها 15 سنتيم، ما راح اسويها فتحه كلش كلش كبيره ولا كلش صغيره، 15 تفي بالغرض، واسويها شكل مربع بنات. المره ابدا اغير اسوي شكل مربع بهاي الطريقه وتقصينها شكل مربع وحلو. نقول بسم الله ونقصها. فتحة الرقبة تمشين على القصة أو على النيشان اللي نيشنتي أنتي، مو مثل فتحة الأبط وفتحة ال بهاي الطريقة بنات صارت عندي مربعة، مثل ما تشوفون قصة مربعة وحلوة هاي الطريقة. وطبعا حضرت وصلة التغليف اللي راح أغلف بيها، تحطين الوجه على الوجه، الوجه على الوجه وتبدين تخيطينه. ما أدري بنات أحط لها هذا الورد البيجي، لو احط لهذا الدانتيل اشوف انا يعني ما عندي انا لا عندي احمر ولا عندي، بس راح احط لها بيجي لان هو البيجي يجوي الكل الجميل. هذا ما يلوك، هذا ما تطفى. طبعا بنات جربت هواي دانتيلات الها بس ما اعرف، اشوف هذا الاسود يلوك الها يعني اذا اسوي هيك مربع. تعرفون انه انا ما اطلع للسوق، ممكن راح اسوي هذا الاسود، شو اشوفه حلو علي، شوفه حلو بالتصوير عليها لو احط لها معت هذا.
ثالث شو اجيبه؟ ممكن راح احط له هذا. طبعا بنات نحط التغليفه الوجه على الوجه، نحط التغليفه هيك ونحط الوجه مالت الدشداشه عليه ونخيطه هاي الطريقه. تسلم. خدتوا الابره خلوها نازله ودوروها القماش او الدشداشه مالتكم. بروحهم وجوها لازم تخلون الابره نازله على مود الابره عندكم، ما شو اسمه ما يفتر القماش عندكم. هاي طريقه بنات خلصت تغليف، نقص هذا القماش ونقلبها بهاي الطريقه. نقص القماش راح قررت بنات احط لها الركن يصير على مود يطلع الدش ركن حار. قلبوها وخيطوا عليها بهاي الطريقة بنات. شوفوا غير هيجي تقلبونها وتخيطون فوقها، كل ما تعدلون كل ما الخياط يطلع أحلى. دخلوها هاي هيجي، شوفوا بنات هاي هيجي دخلوها وخيطوا عليها. نثبت. طبعا أنا كسعت وايد الكاميرا على يطلع ما مصورة عدل. بهاي الطريقة تخيطون داير ما داير فتحات الصدر. من توصلون للحادة مالت المربع حطوا الإبرة وميلوا بالقماش، الإبرة خلوها دائما نازلة للجو. شوفوا بنات خلي الإبرة دائما نازلة للجو على مود شنو من تميلون بالقماش ما يتخربط عندكم، وتخيطون داير ما داير الفتحة مالت الرقبة بهاي الطريقة. وبما انه جهازي ما بيه مساحة بنات حبيت يعني اختصر، بس بعدين قلت خطيه خاف ما يعرفن، جيت بس افصلها وبعدين اخيطها بهاي الطريقة بنات. خلصنا تغليفه الصدر. انا متعودة كل ما انهي اثبت. بهاي الطريقة خلصنا تغليفه الصدر وابدي حطن هذا الدانتيل بنات بهاي الطريقة. قلت لك كان مخيط راح اخيط داير ما داير. ابدي اثبت وابدا اخيط. طبعا ننتبه للتغليفة تكون عدلة على مود نسويها، راح نخيطها وياه. هاي الطريقة بنات أنا كاوية للنص، هذا النص شوفوا كاوية، راح أنزل وياه لهنا وأنزل. بنات بهاي الطريقة نزلت وياه على الكاوي، الكاوي تلم أشرته أنا. هم أشرب هنا بس راح أسوي هنا أنا معرض. بهاي الطريقة ندور القماش ارتفع الطريقة وابدي اخيط. طبعا ارجع علي الخياط ترجعين على الدانتيل لان ما صاير، ترجعين علي مرة ثانية عادي مو مشكلة، ونعدله ونخيطه. نوصل هنا ونبدي نشوف وين وصلنا. هاي بدنا نسويها بعد هنا ونبدأ نعدلها.
شوف هنا المسافة اللي مسوينها اشقد، سوي دائما نشوف المسافة مالتنا لما تطلع من الزاوية. تجنبت هاي الطريقة تطلع، تجنبتها حلوة. لا تستعجلين بالأخيار، كل ما يكون الأخيار على كيف كل ما يكون مرتب وحلو. طبعا هاي نقصها بس هسه أنا بخلص بسويها. بنات نرجع نخيط عليها مرة ثانية ونرجع نضرب خياط مرة ثانية أو نحط لها خياط هذا مرة ثانية. هاي الطريقة بنات، نخيط المهام. شوفوا بنات شلون حلو، بدي نحط له مرة ثانية دانتيل. نحط فوق العفو بصفه. طبعا انا صايمه ما جاي اجمع بالكلام بس اكيد انتم تفتهمون علي انه انا اقول احط بصفه، يعني بصفه كلش ما نخلي مسافه. ونبدا نخيط. أتمنى لما تجي هذا الفيديو لأن بنتي ظلت تبشور تقطع من عنده. بنتي شلون تخلد هذا مالك؟ بنتي بنات وأتركها للنوم. حتى هنا بسوي. ودورنا طبعا نعدل يتشر ما عدلته. هاي الطريقة بنات وخلصنا الصدور بسرعة، هاي رايد ليش. هاي الطريقة بنات خلصنا عند الصدر، نرجع نخيط فوقه من الجهة الثانية، وما أدري أحط مقدار فيها ثالث لو لا، ما أعرف بعد أشوفه. هاي طريقة خيط من الجهة المقابل على ما تصير عندك.
الطريقة. ها بنات حلوة، طبعا هاي وراها ضرب أوتي ينعدل الدانتيل، بس ما أعرف حطها من طابق ثالث، لو بس طابقين كافي. حلوة وناسكة ومرتبة، هي مات بيت البنت يعني مو لأحد غريب، كلش حلوة وناسكة. طبعا بنات فتحة الظهر راح أحط لها من عند هذا الإيراني تنظيفه، أسرع وحدة بسرعة يعني وحدي خيبة. راح أترك على مود شنو أطبق الصدر ويا الظهر هاي عفنة وأبدأ أغلف هذا. تغلف بيه فتحة الظهر طبعا هم الطبقين انتي راح ينطبق ويا الصدر، اصير تغليفة المتن من عنده. هاي الطريقة. طبعا بنات مثل ما علمتكم او عودتكم احط الصدر على الظهر نفس الوجه على الوجه واطبق، وراح اخيط التغليفه هاي واقلبها مثل هاي مثل ما تشوفون، راح ابدا اخيط. شنو تعدلون بيكون ما عدلتوا القماش. هذا المتن بنات. بهاي الطريقه بنات خيطت المتن ويا الظهر ويا المتن الثاني، نبدي نقلبه. بنات شوفوا من تقلبونه راح يصير عندكم الخياط مالت المتن دفن. ها شوفوا راح يصير عندكم دفن يعني ما يبين اي خياط بيه. بهاي الطريقه راح اقلب الخياط، هاي نفتحها ونخيط. هم تخيطين انت على المتن وهم يعني اصلا هي شو اسمه خياطش صار دفن. شوفوا بنات هذا المتن بعد ما يطلع بيه قماش ولا يصير بيه شراشيب، وهي هاي تغليفة الظهر والمتن سوية يعني مو كل وحدة وحدة، لا مثل ما تشوفون افتري ويا القماش. القماش وين تجين تردين تخيطينه بنات؟ لا تجرن خلينا براحته يمشي. بنات صار هاي تغليفة الظهر، هاي تغليفة الظهر. شوفوا وهاي تغليفة المتن مثل ما شوفوا. هذا المتن اللي خيطناه طبقناه الاثنين سوية وخلينا وياهن هاي على مود يطلع حدش الخياط دفن. بنات الدفن أحلى من ما يطلع بيه شراشيب. وخيط فوقه هو هم المتن راح يتخيط عليك. كيف تريد ترجعين عليه مرة ثانية تخيطين براحتك بعد، تخلينا بس هذا الخياط كيف بعد. هاي الطريقة. شوف بنات ماكو أي خيوط راح تطلع من الظهر ومن المتن اللانة، وهذا شكل الخياط كلش كلش حلو ومرتب وما بيه أي وساخة. يعني الوساخة بناتي اللي هي خيوط، شوف شكله كلش كلش حلو ومرتب ومنانة ما بي خيوط. أهم شي أشكل بعد بس الردان وأطبق الظهر ويا البدن يعني. طبعا أنا معودتكم تبدون منانة من النص وتخيطون الردان على مود ما يطلع عندكم لا زايد ولا ناقص. بنات خبنت الردان، طريقة سهلة. خبنت الردان طبقنا طبقتين وتخيطن بس، ونحط له لاستيك. خبنت الردان الأولى وهاي الردان الثانية. مثل ما تشوفون بنات كل ما تحصل نطفة نطفة من الخيوط. بهاي الطريقة بنات راح أقيس ثلاث أصابع وأحط لاستيك، هاي اللاستيك الرفيع اللي عندي. طبعا بنات قست اللاستيك على قد ايدي، هي شويه بنتي اسمن بعد هيك قست اللاستيك راح احطنه على
الرمادان قلت لك عملات 3 أصابع، ما 4 أصابع راح أسوي، 4 أصابع وأحطن هنا في اللاستيك وأجر. أحط اللاستيك وأجر 4 أصابع هاي الطريقة. شوفي بنات خياطتي هذا شكله. الطريقة هاي أسوي الردان الثاني بهاي الطريقة بنات. قلت لكم خيطنا، راح نجي نخيط التأشيرة من النص، نخيطها على المتن من النص، هذا النص على النص، نحط الوجه على الوجه ونبدي نخيط بنات هذا المتن هيجي النص على النص بنات. ونميل ويا ميلة الفتحة مالت الأبط، نميل وياها. شوفوا بنات نميل وياها. ولا تجرجرون القماش على مود يطلع عندكم حلو، لا تجرجرون بيه. نميل ويا الميلة. هاي الطريقة بنات، نخيط الجهة الثانية نفس هاي الجهة. بهاي الطريقة بنات قلت لكم نرجع على هذا الخياط اللي خيطناه. أنا هاي الطريقة ارجع على هذا الخياط وابدا اطبق، هذا هو المتن الضال عندي النص الثاني. شوف بنات بهاي الطريقة. هذا النص الثاني. أخيط المتن الثاني نفسيته. أول شيء تبدين بنات من النص، تحطين النص على النص وتبدين تخيطين هاي الجهة، وبعدين ترجعين تخيطين هاي الجهة، تكون عندك هاي الطريقة. ما يبوظ عندك ابد ابد، ما يبوظ عندك. شوفوا بنات ما يبوظ عندك. ونبدي نقفل الدشداشه، ما بقى شيء، انا ذاكره بجهازي ماكو لو هاي، بقيت اسوي بهاي الطريقه. تخيطين الردان الثاني وتبدين تطبقين وتقفلين الدشداشه وتخبنينها. انا بنات هذا شكلها النهائي، طبعا بس كويت الصدر انطفت الكهرباء. هذا شكلها النهائي من الردان، بيها دانتي العفو لاستيك، مو دانتيل لاستيك، والدانتيل هذا قلبية هي. هذا شكلها والتخصير والطول والكفة كلها سويته. وبنات هذا الخياط شوفوا شلون نظيف، خياط المتن ما بيه شراشيب ولا بيه خيوط. أهم شي تنظفين الخياط من تخلصين. هذا الصدر كلش كلش حلو، نازك وبسيط ومالت بيت.